ايه اندر، كنت رح اتصل فيك. شفت جانير قبل شوي، الشاحنة اللي دفشت سيارة ابي على الوادي، طلعوها من البحيرة واخدوها على الفحص. كثير منيح، وانا وصلت لمعلومة مهمة عن اللي اسمه ظفر تاشلي. لشو وصلت؟ هذا ظفر هو جوز بيرايا خان وامه ليمان اخوه، يعني ابوه لهالبنت اللي اسمها بينا. شو عم تحكي انت؟ متأكد؟ متأكد هن. بعد ما مات ظفر هاي المرأة اخدت السيارة. يسلم ايديك. انت كيف بتعملي هيك شيء يا امي؟ ليش لا تروحي تقولي لعائشه عن كل شيء؟ فكرتيها ما حتروح تشتكي؟ شو حيصير لما تنحبسي ها؟ ليش ما فكرتي بهالشيء قبل ما تحكي امي؟ ليش؟ بنتي فكرت بكل شيء. انت روحي ضبي شنطايتك. ليش حتى روح ضب شنطايتي؟ بدك نهرب؟ يعني ما رح يمسكونا اذا هربنا امي؟ انا بدي اروح سلم حالي، وانت رح ترجعي على اسطنبول بنتي، تبقي عند خالتك فاتوش. لا لا امي، لا ما حيصير هيك شيء ابدا. ما بقدر اتركك وروح لاي مكان. بنتي ما في عنا حل تاني غيري. شو يعني ما في حل تاني؟ في حل امي، في منلاقي طريقه. انا بحبك كثير امي، بحبك كثير يا بنتي. تحسين طلعت البخرة؟ بنتي ركبت مو؟ شفتها بعينها؟ طيب يسلم ايديك، وانا الصبح بروح بالطيارة على اسطنبول. طيب نلتقي بعدين ان شاء الله. يسلم، الله معك. مبسوط وروحوا انت خربت لي حياتي يا فريد سنجاك زاده. انا بورجيكم كلكم، مثل ما انا خسرت زوجي بسببك، وانت كمان بدك تخسر عائشه. عائشه لازم تموت بين ايديك. مو رايحه من هون قبل ما انتقم منك وخليك تتوجع نفس وجعي. ايه روحي. شو انت مو بالبيت؟ ليش عم تتصل؟ لا انا على الطريق رايح على الشرطه، لقوا السياره اللي رمت ابي بالوادي. رامينا ببحيرة. ايه، وهي السيارة لفيرايا خانو. فيرايا خانو؟ يعني يلي قتل أبوه؟ يا ربي دخيلك. يا خانو انت بخير؟ انت منيحة؟ ايه. امي. الو امي. ايه ابني، منحكي لما ترجع. خدي هاي الكذبة. لهلا في شي ما عم اقدر افهمه بهي القصة. مو اجت هاي المرة مشان ابنها؟ ها؟ شو بدها من ابي بعد كل هاي السنين؟ يعني هي بعد كل هذا الوقت اجت لتنتقم؟ حوينا مجرمة، حطيناها ببيتنا واكلت معنا على سفرتنا.
مو هيك امي؟ مو فوتنا هديك المجرمة على بيتنا؟ شو كنا بدنا نعمل لو عملت لنا شي؟ ليمان، ليمان اسكتي، شوفي مشان الله اسكتي، ببوس ايدك سكرت امك. ليش اسكت؟ شو عم بكذب انا؟ شو كنا بنعمل لو اجت هالمرة بالليل وذبحتنا كلنا؟ هديك المرة حسابها كان معي. فيرايا خانم هي اللي قتلت عدنان. حكيت معي، حكيت واعترفت لي بكل شيء. لحظة شوي، فيرايا، فيرايا اجت واعترفت لك بكل شيء؟ ايه. فيرايا اللي قتلت أبي حكيت لك واعترفت عن جد؟ ايه اعترفت لي، قالت انا يلي قتلت عدنان. ليش حتى تعترف لك إلي؟ طيب بلاها هاي، طالما أنا اعترفت لك كيف بتخبي عنا شغلة مهمة مثل هاي؟ أنا ما خبيت، أنا لقيت فردة كفوف وهذا كان أكبر دليل بهالجريمة. ما كنت بعرف، كان بشنتاية إيدي وحدا حاول يأخده مني، هالشي تذكرته بعدين. وهذا الحدا كان فيرايا خانو، رحت وسألتها بوشها وواجهتها باللي صار، وقت اعترفت لي وأنا تفاجأت، ما كنت متوقعة. عائشة بدي اسألك، طالما اعترفت لك بكل شيء معناها ليش سمحتي لها تهرب؟ عائشة هي ما هربت، رح ترجع وتسلم. هي وعدتني. كيف بدها تجي وليش لحتى ترجع؟ وعدتني انها ترجع ازاد خان. وانت من كل عالك سدتي حكي هي المرة، مو هيك؟ ها برافو عليك، برافو. مو معقول هالتصرف، مو معقول. بدل ما تجي تحكي لنا شو صار بيناتكم، صدقتي حكي إنسانة قتلت حماكي من دون رحمة وما حكيتي؟ كيف بتصدقي حكي وحدة مجرمة وبتغمضي عيونك؟ كيف سمحتي لها تهرب من إيدينا؟ ليش ما أجيتي حكيتي لنا؟ أزادة خانو، شوفي ما في شي مثل ما أنا كنت مفكرة. فريد من يوم ما انقتل أبوه هو عم بيدور ليل نهار على القاتل، الزلمة من وقتها رح يموت من قهره، ما شفتي هالشي؟ رح تسلم حالها أزادة خانو، رح تيجي لهون وتسلم حالها، هي وعدتني. رح تسلم حالها، رح تشوفي. طبعاً أكيد حديش. وأنا هلأ المرأة مو موجودة، هي ضحكت عليك الكلمتين خدعتك. أنت جذبة يا بنت، ها؟ جوزك كان بيعرف بهذا الشيء؟ أحكي، قولي فريد كان بيعرف.